مش هو ده النادي الاهلي. ولكن 100% هناك اسباب ودتنا لهذا الاتجاه وهذا الشكل اللي احنا شفناه امبارح. لازم كلنا نبقى واقفين مع فريقنا. عندنا طيب هتقول لي اصل اسلام خلاص لا مش خلاص، هنفضل نقول ان احنا عندنا اخطاء وعندنا وعندنا وعندنا، ولكن في نفس الوقت انا عندي مباراتين، واحده يوم 18، معلش هنتكلم عن مباراه يوم 18 وهنخلي المباراه الاخيره اللي هي 2 او 3 1 او 2 ابريل بعد ما نخلص يوم 18 عشان عندنا مهمه قوميه بعدها نقدر نتكلم، اللي هي مباراتي السنغال اللي رايح جاي 25 و29. فخلونا نتكلم عن المباراه القادمه، عندنا مباراه قادمه قويه جدا جدا جدا. النادي الاهلي هيلعب المريخ السوداني، وبالتالي يوم الجمعه اللي جايه الساعه 6. خلاص كلنا من النهارده في ظهر فريقنا، كلنا من النهارده واقفين خلف الفريق، كلنا من النهارده، انا ده اللي انا متاكد ان جمهور الاهلي بيعمله. انتوا اللي قلتوا على الحلوه والمره معاه. فاحنا بنعمل زي ما انتوا زي ما حضراتكم قلتوا، على الحلوه والمره دايما معاه. وحشين وكل حاجه ومش يومنا وبعيد عن المستوى وكل شيء، ولكن في نفس الوقت هو ده النادي الاهلي. هو ده جمهور النادي الاهلي. مش وقت ان احنا ننتقد، مش وقت ان احنا نقطع، مش وقت إن... لا احنا وقتنا وقت جمهور الاهلي دلوقتي الدعم والتكاتف والمؤازره والمسانده. حسس اللاعبين ان احنا في ظهرك في كل شيء خلال الفتره اللي جايه، انت اخطات احنا هنعدي الخطا ده، او مش هنبص لك، هنبص بعد كده. لكن نعدي الخطا بتاع الماتش ده عشان احنا عارفين ان انت تعبان. ماشي. ومش احنا اللي بنحاسب بالقطعه، مش جمهور الاهلي اللي بيحاسب فريقه بالقطعه. خدوا بال حضراتكم، نكسب ماتش نطلع اللعيبه فوق في السماء، نتغلب ماتش ننزل اللعيبه في الارض. مش عقليه جمهور النادي الاهلي. احنا دايما حتى لما بنيجي نتكلم عن النادي الاهلي نقول ايه؟ ان النادي الاهلي جماهيريا واداريا وكل شيء يعمل ايه؟ بيستنى لنهايه الموسم او لنهايه السنه وبيعاقب او بيشوف الامور ايه؟ الا لو في حاجه مصيبه حصلت. الا لو في مصيبه حصلت. زي اللي بيحصل في الهاندبول مثلا، يعني هرجع للموضوع ده وانا بتكلم في الاخبار. فالحقيقه هو ده اللي احنا دايما بنتكلم مع حضراتكم فيه. وانا متاكد 1000000%، الناس كلها زعلانه وهي بتكلمني واسلام ما ينفعش وكذا وكذا وكذا، ولكن في نفس الوقت احنا في ظهر الفريق. مواجهه المريخ السوداني ان شاء الله يوم الجمعه لا تقبل القسم على 2، لا تقبل القسم على 2، لا بديل فيها. هتقول لي انت بتضغط، لا انا ما بضغطش، انا بقول الحقائق. ان لا تقبل القسم على 2، يعني لو تعادلت يبقى خلاص. ازاي؟ يجب ان يفوز فيها النادي الاهلي، ويجب يعني ايه؟ يعني لازم، لا مفيش حاجه اسمها لازم زي ما متفقين، ولكن اللي انا عارفه ان لعيبه النادي الاهلي، مش انا بس، اللي كل جمهور النادي الاهلي عارفه، ان لعيبه النادي الاهلي لو في مستواها الطبيعي اللي مش اللي هو السوبر عمرو سولية، مش السوبر اليو ديانج، مش السوبر حمدي فتحي، مش السوبر النادي الاهلي بالكامل، محمد الشريف، مجدي قفشه، بيرسيتاو، علي، كل الناس دي مش السوبر بتاعهم، اللي هي المستوى الطبيعي بتاعهم، هتكسب ان شاء الله يعني، او هتعمل مباراه جيده. فكلنا في ظهر فريقنا، كلنا هنفضل واقفين ورا فريقنا، لانه في النهايه النادي الاهلي هو الممثل حاليا، بقى النادي الاهلي هو الممثل الوحيد حتى الان في دوري ابطال افريقيا، الممثل الوحيد المصري الوحيد، اللي ان شاء الله لو ربنا كرمنا في المباراتين القادمتين هنتكلم بقى ان لازم كلنا نقف في ظهر النادي الاهلي.